الكاميرا رول اكشن غمنا وغاب الابداع ورجعنا نعدل الاوضاع. اقلبوا الشاشة واستمتعوا بالمشاهدة. يس وما زلنا مستمرين. تحديات خوف شوني راح نلعب لعبة الاكس والاو الجزء الخامس. الجولة الاولى هي راح تكون على بطيخ. اللي ياكل بطيخة يلعب لعبة واللي يجيب 3 اكس هو الفايز او 3 او هو الفايز. تكون الجولة الاولى بابا حرف او الخالب حرف الاكس. ايش بك؟ مكتوب انت مكتوب هو العابه هو حيفوز عليك وانت راح تخسر. ايش بك انت؟ يا لحالك انت مجنون. افعل تزم هيو هيو او زيو هذا يخسرني ذا لحالك ما فلحت خليه يساعدك يمكن تفوزه. خليه تجيب لنا كلام يا متابعيني انا ماني معاهم في التحدي ابدا. الجولة الاولى 1 2 3 متابعين مين تتوقعون راح يفوز؟ انا اتوقع هم الاثنين راح يفوزون. متابعين هم قاعدين ياكلون بطيخ. هذه التحديات ما يصير انت تسووها، لازم تكونون اقوياء كل يوم تروحون النادي تتمرنون. هذه الالعاب اللي هي غشاش ايش عنده؟ مو قاعد ياكل قاعد يشجع. انت كفو وانت ما ينفعك معك قمر النابل. دان لا في وقت تتوقع هذا انا توقع ثاني دان انا بروح بروح دان انا بروح ما فلعت لقمتك ها؟ دان اسمعني بعدين هذا الغشاش هذا ليش يبدأ؟ ليش يبدأ؟ مو كل حلقة انا في الاكسو انظلم، ما راح انظلم اليوم. اسمع فرصة انت دائما تقول دن واكل وفمك في اكل دائما الحكم يحكم. فيصل حكم انت خسران لا لا ايش خسران؟ انت خسران يا ثيني كتاكيت حلاوة الدب النارية 9 مليون سكفيل. كم؟ 9 مليون سكفيل. خطوة الأولى فك العلبة فكها. الخطوة الثانية يسحب الدبدوب، فك البلاستيك حق الدبدوب، أوه. واخر خطوة نجيب المقص بالقص بالنص. 1 2 3 ابلع يا مدير. يلا عضها باللسعة اللسعة على طول. دقيقة الوقت الوقت دقيقة يا شباب ها لسه لسه باقي 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 40 ثانية. لا لا لازم مو الكيوت داي لسه وعينا كذا. والله مو كيوت خلاص يا عيال باقي 10 ثواني مرة مو كيوت. 10 بسرعة جيب اللبن. يلا 9 ثواني دقيقة بس دقيقة باقي 4 ثواني باقي. يلا باقي يا عيال هذه الجولة الأولى. يا عيال أموركم طيبة تبغون آيس كريم ولا شيء؟ لا لا الجولة الثانية. دقيقة كل واحد فيكم ما ياكل الا من اللي قبله يخلص، يعني انت تاكل تفاحة تلعب لعبة بعدين انت تاكل. ما حنغشها من 1 2 3 4 هيا دفة كاملة ابو خالد. كفو شفتوا دن تبلع زي كذا بعدين تلعب ها؟ وريني فوق فمك، فوق فمك. كل قشر قشر كل عادي تيك ما حتموت. خلاص دن دن كفو لا لا يبلع يبلع كفو ولا غش كفو دن هو تفاحة بدري ولا غش هذا المفروض الحين يبدا دن اوريكم والله ابلع لا طول حب حب
دن. صدق الله يرحمني اخذك والله شريحة. ابلع ابلع شوفوا ابلع ابلع خير والله خير. دن دن لا والله شوف امه دن دن ها انا دن. لا في 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 رب لا تاكل ما في الا هي تعزينك اكيد. والله المفروض تاكل انت يا ابو خالد. انت اللي تاكلها وانت خسرتها. طلع الدب نفك نقص الدب. اوبا واحد اثنين ابلع يا مدير. شغل التايمر. لا لا بالله تكفى. لا ابلع ابلع يا مدير. روحكم طيبه يا شباب. بمرة الدبات امين الله. هيا هيا شوف اللي بعده. لازم نبدا الجوله اللي بعده. ابوي صلخنا يا ابوي. وين رايحين؟ عيال عيال ها ها ابو خالد. يا عيال ايش بسحبتوا على التحدي؟ لا لا تعال واحد دقيقة ايش؟ حنشرب الاثنين مع بعض وحننزل اكسين مع بعض. ايوه ايوه بدون مجادلة. مش تفوز يعني بس كذا. الجولة الثالثة. واحد اثنين ثلاثة جول. ايوه غشة متابعين مين تتوقعون راح يفوز؟ هلا وين هذا؟ دن طبعا الاسئلة الليمون. العب هلا مضيع العب متابعيني. اي عصير تحبون دن دن تعال ها تعال خالد فاصل يا عيال ايش بكم؟ تعال كل شويه دب كل شويه تعالوا ايش بكم؟ يا عيال لا تخرب التحدي والله التصوير كذا حيخرب يا عيال ابو خالد كل انت يا زنديق. واحد اثنين ثلاثة يلا واحا اوه ها لا نسيت انت نسيت شيء ايه تايم ترى ابو والله حارة اقسم بالله لو تشردوا هذه الجولة يا ويلكم. اهم شيء بدون دباديب. بدون دباديب والله ما في دباديب. بس قول والله ما شرد. خلاص ما نشرد. اقسم قول والله ما شرد. والله ما شرد. احلف والله ما شرد. هذا العقاب. هذا التحدي الحين. لا يا شيخ هذا حار. ذا ايش بك انت؟ هذا مو العقاب. العقاب بعد التحدي كمان. ايوه واحد اثنين ثلاثة. ها كل يا ابو خالد. اوه اي اللعب العب. اوه العب دن دن. لا تفوز عشان مرة انا فوز انا فوز انا فوز. ايش انا خلصت ما خوي ما خلص. طيب والله يا غش صدقني راح تاكل الدبدوب. يلا تعال 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 ولد. لا 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 اللبن اللبن. هذا انت سويته هذا. لا تسوي تعبون على لبن ولبن ولبن. لا تنسوا تعطونا لا تنسوا تعطونا احلى لايك واشتراك وانشروا المقطع في كل مكان. ولبن تعال شيل السجادة معاك.
اقسم بالله سجاد انعدمت. ياكل واحد الاسبوع اللي بعده ياكل واحد. اربع تفاجير حلو واحده. السجاده تعال السجادة ابو خالد. انت تستطيع. سلام. يعرف من زمن جدي راسي مصدي عرقي ندي في التحدي ما حد قدي يشوفني مهدي لكن مني ما بتعدي انا شغلي جدي حدك حدي لكن والله ما تعدي. انت تستطيع لا تحاول تيجي في خطي ترى راح تضيع. انت تستطيع